المشاهدين الله معكم بحلقة جديدة من سلسلة بيتنا المشترك بالتأمل برسالة قداسة البابا فرانسيس لو سي العناية ببيتنا المشترك كن مسبحا أنا وسيدنا المطران الياس سليمان رئيس المحكمة الاستئنافية المارونية رح نكفي تأملنا واليوم رح نركز كمان مرة جديدة بعد على المياه مثل شفنا بالحلقة السابقة قديش المياه هي ضرورية للحياه صحيح انه المي ضروريه لنشربها كمان الضروريه لكل عناصر حياتنا هي مصدر رزق كمان اذا منلاحظ انه محل ما في كتير شح بالمياه هي المناطق الاشد فقرا لانه لما المي بتكون قليله ما في عد في خيرات بالطبيعه يقدر يستفيد منها الانسان يعني بده يعيش بحاله فقر يعني نحن بهدرنا للمي عم وبتلويثنا للمي عم نسبب اول شيء عطش وهيدا مش حقنا وكمان عم نسبب الفقر والجوع والموت كمان لناس عم تسترزق من الزراعه من خيرات هالارض من هالطبيعه خلينا ننتبه لهل ش... اهميه المي وضروره لاستمراريه الحياه سيدنا كمان رح اتامل انا وياك هلا بعد بهالفقرات المتبقيه من رساله البابا حول المياه بالفعل البابا بيركز على بعدين بالمي على بعد الكميه وعلى بعد النوعيه النوع وبالفعل الكميه نحن بحاجه خاصه اليوم وقت اللي صار في تطور كتير كبير صرنا بامس الحاجه للسهر على كيف استخدام المي لأن الكمية بحسب التطور والنظافة والوسائل اللي بحاجة لمي صار بحاجة لكميات أكبر بكثير من كميات المي اللي كانت تستهلك من فترة سابقة من التاريخ بالإضافة لأنه بيذكر البابا أيضا بأنه فيه المي مع أنها هي سبب للحياة ممكن تجاه الفقراء تصير سبب للموت الموت. وقت اللي بتتلوث وبالتالي صار في كائنات حيه دقيقه ومواد كيميائيه خطيره جدا عم تدخل بالمي وعم تقتل الناس تكون سبب للموت هلا احيانا بافريقيا بتلاقي انه اللي بيشرب من المي وما بينتبه من اي مي عم بيشرب بيموت لانه فيها بكتيريات خطيره جدا وفي الزحار بينتقل بالمي، وفي الكوليرا بتنتقل بالمي. وكمان اللي بتنتج عن المراحيض وخزانات المي غير المناسبة، قديش فيه مواد من صدي وغيره بتنتقل بالخزانات على المي وبتقتل يعني بصير زرنيخة أو بتصير كلها هيدا وهيدا بالضبط. مش بس سيدنا بافريقيا عم نعاني منه، نعم. نحن للأسف نحن بلبنان عم نعاني منه بكسر لأنه كل المياه تبع الصرف الصحي نعم. عم تنزل بالانهر، كل المواد الكيماويه اللي عم تصدر من المعامل عم بتروح على الانهر نعم. عم بتروح على المياه الجوفيه، حتى ببيوتنا المواد التنظيف والمواد كلها عم بتروح على المياه الجوفيه وعلى نعم. الانهر نعم. يعني نحنا صرنا بحاله خطر بلبنان، نحنا بحاله خطر واذا بنشوف الناس اللي عم تعتاش من الـ الـ من الانهر يمكن عن طريق الثروه السمكيه او عن طريق على نعم. الثروه السياحيه اللي موجوده اليوم عم بتعاني عم بتعاني من فقر عم بتعاني من هالتلوث المياه لذلك هيدي اهميتها مثل ما عم بتقول سيدنا والمواد الكيماويه اللي خطره اللي هي مسرطنه نعم. نعم. يعني يمكن البابا هون عم بيحكي عن الكوليرا والديزونتوري والاشياء آه يمكن بعدها اخف بكثير من هالمواد اللي عم تنزت كمان اللي هي مسرطنة مميتة ما عندك عندك شيء مش كل المناطق فيها صرف صحي بالمعنى اللي تمديد بيروح إلى أماكن تكرير وغيره في كتير محلات بيبقوا بيفتحوا جوار, صحية جوار تحت, جوار صحي تحت البات البات البيت جوار صحية تحت, البيت, البيت. هذه كل المواد عم تنزل بالمياه الجوفية وعم تطلع بالمي تلوث خطير جدا لانه بتقتل خاصه الاطفال اكيد لانه لانه الطفل, الطفل حساس حساس جدا اوين ما بعده المناعه ما بجسمه عنده ما عنده وعم تصاب بكميه كثير كبيره لو عم تصاب بكميه قليله بتصير تتكون مناعه بجسمه عم بحكي مناعة. عن الاشياء المناعه عند لانه الناس هلا بتنتبه عن بيصير بصير معلش بيصير عنده مناعه بيصير عنده مناعة على الاشياء البكتيريا البكتيريات على الاشياء الكائنات الحية مش على كل شيء، يعني مش ممكن يكون عنده مناعة على الزرنيخ مش ممكن سرح. يكون عنده مناعة على على الرصاص او على مواد كيماوية تلوث ما هيدول تلوث ايه. هودي جسمنا ما بيقدر يعمل يكون مناعة اكيد. ويدافع اكيد. عن عن هال من اكيد وخصوصي هال... انه هالمزروعات اللي عم ناكلها ان كان بندورة ان كان خيار ان كان بقدونس او او نعنع أو غيره، كله سوى هيدا، وقت اللي بيشرب مي ملوثة بيصير هو سموم. هو سم وهيدا اللي صار وهيدا اللي هلا صار انه عم تطلع نسب بالخضار عالية جدا بالخضار اللي هي أساسية بحياتنا اليومية مثل النعنع مثل البقدونس مثل البندورة، اليهودي إيه يوميا صاص. عم ناكلهم هولي، عم بيكون في مواد رصاص، عم بيكون في مواد كيمائية خطرة مسرطنة نعم. مسممة للجسم خطيرة يعني ما بعرف قديش نحن بعد بدي نحكي وقديش صرنا حاكيين ومكرين وبعدنا ما عم ننتبه وبدغري بنصرخ وين الدولة؟ قبل ما تقولوا وين الدولة؟ شوف أنت شو عم تعمل، كيف أنت عم تتصرف وكيف نحن ما نتعامل لحتى الدولة تقدر يعني اليوم ساعة أنا بيجي معمل أو أي نعم. حدا بي عم بينقل من جوره صحية أو نعم. أنا بفتح جوره صحية غير قانونية نعم. من دون ما أكون عامل دراسة بيئية لا. وجيولوجية للمنطقة اللي أنا فيها بشوف إذا التربة ما بتمتص ولا لا كيف لازم إذا كانت بتمتص شو هي الشروط اللي لازم أعملها وأمنها <applause> لحتى ما تكون عندي الجورة الصحية سبب لتلوث المياه الجوفية لذلك نحن مدعوين أنه نعمل دراسة بصير خايفين على المصاري يبقى تكلفنا زيادة بصير نعملها تهريب لا هون مسؤوليتنا مش مسؤوليه الدولة. الاخطر من هيك بيفتحوا جوره صحيه بيلاقوا شقوق بالارض بيحطوها فيها. صح هيدي الخطره، وإذا إجا أيه. إذا شي ترن هال هالجوره الصحيه بيروح فيها لأقرب نهر وبكبها بي أيه. بالنهر او بنبع او أيه. من دون ما يتطلع إذا كان هالنهر وين مكفى مين عم بيستفيد من هالنهر؟ من هيك هو الحقيقة في ثلاث هيئات مسؤولة كل واحد من الناس هذه الهيئة الأولى الهيئة الثانية الشركات صح. اللي هي عم تستغل لأنه بدها أرباح والكبرى هي الدولة هل لازم تحط تشريعات دقيقة بمجالات الحفاظ على المياه ليش وقت اللي بتروح على أمريكا على فرنسا على أوروبا على بتشرب من الحنفية صح وما في خطر منك مضطر تشتري ابدا تشرب من الحنفيه وما في اي مشكله ليش نحن عندنا ما تسترجي تشرب من الحنفيه؟ ما بنسترجي نشرب الحنفيه وحتى المياه اللي عم نشتريها من امنه 100% حتى بالفعل لحتى نكررها اوقات عم نستعمل مواد كيميائيه وخاصه وقت اللي بيكبوا كل شيء بالنهر والنهر ما في اي وسيله آه قتل هالبكتيريات صح او بالبحر البحر كمان في يعني بيصير آه وصل لاقصى حدود امكانيه انه يتحمل هاللي عم يكب فيه شغله كثير مهمه اللي عم بتقولها سيدتي انه اليوم نحن قتلنا توازن الطبيعه اللي كانت بالفعل. هي تنظف حالها بالفعل تنظف حالها بس مش بهالكميات هيدي تنظف حالها آه. لانه بدنا نعطيها وقت يعني اذا النهر انا لوثته وهلا تلوث بقصه النفايات والبحر تلوث النفايات اذا هو اذا انا وقفت اليوم تلويثه طيب نظف حاله بالقليل بده سنه ايه بالقليل بقى. يعني في عامل الوقت اللي كنت هذيك مره عم نركز عليه لا. عامل الوقت لا بالطبيعه في عامل الوقت قده. لكن مشان هيك انه نحن ما بدنا نلوث صحيح هيدي الشغله كثير والبكتيريات بتنظف الكائنات الحيه ما بتنظف المواد الكيماويه بالعكس هي بتموت منها بتموت منها او انه بتصير بكتيريات مؤذيه مؤذية عم صار في ايه؟ تحول اه؟ جيني اه؟ جيني ايه؟ من هالاشياء الجينيتيك كلها تحولت الاداء تبعها تحول وتحولت يتحولت لكائنات <applause> مؤذيه يعني بتقتل ايه, ايه؟ ك... كائنات ايه؟ مؤذيه وبتقتل واذا كنا قتلنا يعني قتلنا الدوره الحياتيه والتنوع الـ والتوازن الـ البيولوجي <applause> <تصفيق> والطبيعي هلا <applause> الحلو اللي كنت عم بتقول عنه انه في خصخصه هال هال هالمي اللي هي حقيقه من حق الكل فكرة يعني, يعني. ايه انه ها؟ هون يعني مش مني انا هون من اديس إيه البابا ذاكرة كمان ايه ايه صحيح زكرة صحيح. زكرة خصخصة وبيسمي هالمورد النادر صح المي هي المورد النادر بالوقت هاللي ما في اكثر منها هلا في اكثر منها اكيد فيه بس بالنهايه هالمورد النادر مش نادر بوجوده بقدر ما هو نادر بنوعيته نادر بقيمته وبنوعيته اي بقيمته, ايه ايه بقيمته ونوعيته ايه ونوعيته ايه ايه اكيد ايه وهون بيقول لك كمان انه تحويله الى بضاعه تتحكم بها قوانين السوق ايه ايه صار سلعه سلعه صار صار, صار صار سلعه صار ويا ريت سيدنا هون بدي هذا نعم انه ننتبه انه هالمياه اللي اذا تفجرت بارضي هيدي منا نعم ملكي صحيح هيدي منها ملكي صحيح لانه اذا انا تفجرت بأرض وبلشت اسحب اسحب اجى اجا جاري فتح بير فتح بير حدي مليكي راح. راحت المي من عندي اذا كان هو صحيح. اعلى اوطى من ارضه اوطى من ارضي راحت لعنده لهونيكي يا معناتها هيدي جايه من غير محل هي مش مثل شجره انا زراعه وسمارة وسمارة عم تعطيني انا <applause> اهتميت فيها اعطتني سمارة الي حق بيع سمارة هيدي لا عم تجي من غير محل هذه من عمل الطبيعة هي من عمل الطبيعة بالضبط بينما الشجرة من عملي أنا والطبيعة أنا والطبيعة أي. صح صح سيدي بتلاقي انه بيربط البابا سبحان الله مياه الشرب السليمه بحقوق الانسان صح هذه من حق كل الناس كل الناس بما فيه الفقير قبل الغني يمكن الغني يقدر يشتري الفقير ما في يشتري ما في يشتري وهذا اللي عم بيصير وهذا ها. عم بيصير لانه يعني بيحدد بقاء الاشخاص يعني في حياه او موت يعني هون عم هون من حق من الحق الحياه ذلك الحق المتأصل في كرامتهم غير قابل للتساوم ابدا غير قابل ها. للتساوم يعني ما 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 في, في مساومه يعني ما علامة. في مساومه المي المي حق الكل مم. من هيك بسميه دين. نعم. دين 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 من حق كل إنسان يحصل عليه لأنه هيدا من مقومات الحياة بسميه حق الحياة الحق بالحياة من هيك هو متأصل وكمان بيربطه بالكرامة قيمة الإنسان صح قد المساهمات الاقتصادية تشتغل على توفير الماء قد ما بتكون عم بتقوم بواجبة لأنه هيدي بسميه دين تجاه الأكثر فقرا وهون الضرائب عم تندفع وقت اللي بتكون عم تندفع الضرائب من قبل الناس للدولة اللي هي قيمة على خدمة المجتمع من حق الناس انه ترجع لهم هالضرائب اللي دفعوها بالجملة بشكل ما ينضيف ايضا ما ينضيف صالحه للشرب وصالحه ايه ما وكهرباء والى اخره وهون انا كثير لفت لي نظري نعم يظهر هذا ان جزء من المشكلة المياه هو مساله تربويه وثقافيه نعم بسبب غياب الوعي بخطوره مثل هذه التصرفات في سياق في سياق من التفاوت الهائل ايه 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 هون يعني عمليه حضاريه تربويه وثقافيه ايه مشكله اخلاق مشكلة أخلاق مم؟ مم؟ وكيف بيربطها كمان أنه اليوم شح المياه هو سبب ارتفاع أسعار البضائع كلها صحيح وخصوصا الغذائية نعم لأنه بتصير نادرة تصير نادرة ما في مم. ما في إنتاج ما في مي ما في إنتاج يعني هي الخطورة الانتر. بيحكي عن هدر المي صح هي بيحكي عن هدر المي وقت اللي بيقول انه يلاحظ اهدار للمياه ليس فقط في البلدان المتطوره وانما في البلدان الناميه والتي تملك احتياطات كبيره. طيب هالهدر هيدا لو انه بيندرس بشكل سليم بعتقد كان في مجال وقت اللي بده يستخدم مياه للتنقيب بتنجاب من البحر ما في داعي تستخدم المياه الصالحه للشرب وقت اللي بتكون عم تستخدم بالمصانع وغيره او بتوليد الكهرباء كلها سوا مش مش بحاجه تكون المي حلوه من هيك لازم يكون في دراسه اداء حول استخدام المياه الصالحه للشرب هيدا كثير مهم يا لانه اليوم عم نهدرها نحن اليوم بكل حياتنا بتصرفاتنا اليوميه عم نهدر المي بدون وعي أبدا. ومنقول انه هي هالمي موجوده بخزانه ايه انا حر فيها هيدا خزانه ميتي انا دافع حقها و يعني عم بنقل كلام بيصير بمجتمعاتنا يوميه عم بسمعه بنقاش عم بيناقشوني فيها انه يعني ولو ما هاي المي انا كانت بخزاني وانا دافع حقها عال دافع 230 240 الف ليره بالسنه هادي دافع حقه يعني واحد <applause> من شيء صارت بخزانك طب هلا خزانك لما هدرته بده يفضى بدك ترجع تعبيه عبيته من درب مين هو حق الناس انه يستخدموا المي اللي بحاجة لها للنظافة للأكل للشرب حتى يكون في حياة جانيك يعني صليمة إيه. صحيح؟ صليمة ايه؟ حقي استعمل إيه. المي بالضبط. بالضبط احنا ما عم نقول ما تستعمل نحن احنا عم نقول ما تهدر المي بالضبط بالضبط رجعنا لقصة الهدر بكل ال... بكل مبدأ الرساله التقشف. مبدا التقشف أبداً. والاقتصاد ابدا الاقتصاد اللي هو منه بخل. بخل والهدر منه كرم هاي كل مره عم نكررها نحن بهالحلقات صرنا كذا مره قايلين هالكلمه مكررين انه الاقتصاد منه بخل والهدر منه كرم ابدا بالعكس استهتار هيدا استهتار استهتار وال... وال... والاقتصاد هو حكمه وحط كل شيء بمحله وبيقدر كل الناس يستفيدوا من خيرات ربنا العالى على الارض نشكر الله هل ربنا عم بيوعينا بضمائر بتفكر بال بال بالاخر لانه في عنا تاثيرات البيئيه هل المي مسؤولة عنا بشكل مباشر بأن البابا بإمكانه أن تصيب المليارات من الأشخاص ومن المتوقع أنه يتحول أمر التحكم بالمياه من قبل شركات عالمية كبرى إلى أحد المصادر الرئيسية للصراع بهالقرن يعني الحرب القادمة هي حرب شو؟ حرب مياه حرب مياه وهلا هل يمكن يمكن موجوده حرب بارده بلولا او حرب ما صراعات بكل الدول اذا حرب بتشوفها بتشوفها حرب على المي نعم نعم يعني هيدي اللي نحن اليوم بدنا ننتبه لهالهدر اللي عم نعمله لهال الثروه اللي عندنا اياها اللي هي اساس كل حياه يا ترى علميا اذا كان في نظافه بالسلوكيه العلميه وبحط المبادئ العلميه هل في في داعي انه نوصل لحرب مي؟ لا اكيد لا يعني من لما بيكون في سلوكيه لما بيكون في ايه؟ تفكير, تفكير بالاخر, إيه؟ لما بيكون في محبه وانه عم نقدر نشتغل نحن يمكن معنا ازمات تقاسم ايه معنا تقاسم. ازمات انا باخذ حاجتي وبساعدك تحصل على حاجتك وبالتالي بتكون المحبه هي عملة التقاسم بالشكل الضروري وكنا ممكن... وعشنا ساعتها بالسلام هيدي هي هاي هي هي يرجعنا للسلام انه ما كان في حروب ما في حروب أبدا. لما بترجع المحبه ونفكر بالاخر كل حاجته حاجتي مش اكثر بالفعل لك حق تاخد قد ما بدك بس حاجتك صحيح مش اكثر مش اكثر ساعتها بطل إيه؟ في في بنرجع بنعيش بسلام ابدا وهيك بهاي الطريقه السلام بيتحقق بالحقيقه ايه بالحقيقه بما في السلوكيه والاخلاق والقيم كل هدول اللي بنقدر نعرفها يعني اي ناحيه من نواحي هالبيت المشترك وخاصه المياه لانه بدك تستخدم المي بكل قطاعات الحياه بكل شيء بكل شيء اي عنصر من عناصر البيت المشترك هو وسيله مشاركه وتضامن واتفاقيات ومصالحه وكل سوا بيدخل على الخط حتى نعيش مع بعضنا نحن البشر كمسؤولين عن هالبيت المشترك بوفاء ومحبه بوفاء ومحبة وبكرامة وأخلاق قديش نحن بحاجة لأخلاق وبشيء من التقشف بشيء من التقشف لأنه المشكلة الكبيرة هي المشكلة الأنا الأنا أي شغلة كثير المنغلق على نفسه اللي باني على رفض الآخر لا فيني أوصل على الحصول على اللي أنا بحاجة له من خلال محبتي للآخر وتأمين اللي شيء اللي هو بحاجه لاله بيرد لي اياه بانه بحصل على شيء اللي انا بحاجه لاله بس ما تكون انا مسكره مرتكزي على رفض الاخر حتى يضر كل شيء وبالنهايه ما يضر شيء لانه بيصير في اسلحه على الخط وهون يمكن هالمي تدخل بمجال كتير واسع مجال كثير واسع ويمكن من اهم عناصر الطبيعه ويمكن اهم سبب تيكون يا في حرب يا يكون في سلام. بتضامن ايه. يعني طريقة استعمالي للمي هي رح تقرر صحيح. يا بدي أنا أعيش بحرب وصراع مع الآخرين، يا بدي أنا أعيش بسلام مع الآخرين. اليوم إذا أنا اليوم ما هدرت المي بحياتي اليومية، أنا وعم غسل إيدي ايه. خليني أفكر بغيري. أنا وعم غسل وجهي وسنين وأتحمم. نعم اخد حاجتي وبس وبس فكر بالاخر انا عم بشرب خليني أفكر انه في غير عطشان في ناس عم بتموت لانه بحاجه لنقطه المي في ناس كمان عم تفتقر لانه ارضا يبست ما عاد عم تقدر تعمل انتاج زراعي لتقدر تبيع وتعلم اولادها وتعيشهم بكرامه وب... كلهم هودي رح يخلوا صراعات ولما اكون انا عم سبب ناس يكون عندها فقر وعندها جوع وما قادره تسقف وتتطور وكذا هودول انا عم حضر ناس مقاتلين ناس مؤذيين محاربين آه، التلين قتله مجرمين انا عم حضرهم صحيح لاني انا عم جوعهم صحيح صحيح رح يصير في عداوه بيني وبينهم لا هن رح يكونوا بسلام ولا رح يخلوني انا اعيش بسلام فلي كان لذلك على هالتفكير هيدا اذا انا بدي اعيش بسلام خليني أحافظ على الطبيعه وخصوصا المي واذا بدي اختار الحرب خليني اهدر المي واهدر الطبيعه ومعيش بسلام هون القرار بدي يعود لالنا لانه مثل ما قال سيدنا ومثل ما قداسه البابا هون عم بيوضح لنا بهالرساله بيتنا المشترك هو مسؤوليتنا نحنا والقرار الأول والأخير بعود لإلنا وإلى اللقاء بالحلقة القادمة